يعني متابعي الوطن هنا متواجدين الآن من منزل مدام عرب الأولى على الأم المثالية في محافظة البيحية، طبعا بعد ما تلقت اتصال النهاردة من وزارة التضامن الاجتماعي بتخبرها فيها أن هي الأم الأولى على محافظة البيحيرة. طبعا فرحة هنا في أسرتها وسط أبنائها، طبعا قصة كفاح كبيرة قامت بها خلال أيام خلال السنوات اللي فاتت، كانت تقريبا 25 سنة كفاح. هنعرف طبعا كل ده دلوقتي، وكمان معنا ابنها برضو يعني شارك في جزء من الكفاح وساعد والدته، هنعرف طبعا كل ده خلال لقائنا معها. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يعني قولي لي بقى النهاردة مين بلغك إنك الأم المثالية؟ اتصلوا بي الصحفيين وبلغوني، وبرضو تضامن بدمنهور اتصلوا بي وبلغوني، وكنت يعني ما كنتش متوقعة والله. كنتش مصدقة إنك هتفوزي؟ لا والله، أصل في كتير مقدمين يعني عدد كتير وكده وقتها. قصة كفاحك طبعا أكيد كانت ملهمة إن هم يختاروك، احكي لي بقى بدأت قصة كفاحك إمتى؟ بدأت قصة كفاحي من هو أولاد صغيرين يعني، الحمد لله أنا ربيتهم هنا بيت والدي، ده بيت والدي اللي أنتوا بتصوروني فيه ده. حضرتك منفصلة عن الأب عن الزوج؟ من زمان حوالي 25 سنة تقريبا يعني، أنا محددتش السنين بس هو تقريبا يعني. فجيتي بقى استقريتي هنا في بيت والدك مع أولادك؟ بيت والدي. عندك كم عندك أولاد قد إيه؟ عندي محمد، دكتور محمد دكتور صيدلي، وعندي علي دكتور بشري في مستشفى دمنهور العام مسالك بولية ما شاء الله، وعندي آية نساء وتوليد في مستشفى ما شاء الله. يعني ما شاء الله حضرتك ربيتي كل دول لوحدك 25 سنة لغاية ما بقوا دكاترة الحمد لله. قولي لي حضرتك بتشتغلي إيه؟ وكيلة معهد فتيات المجد في الإعداد الثانوي. يعني من خلال وظيفتك قدرت انك ما شاء الله يعني برضو ثلاثة كتير ما شاء الله وتعليم حلو، ما فكرتيش تقولي مثلا هعلمهم كليات عادية وخلاص عشان اوفر مصاريف وبهدلة؟ لا لا، انا كنت عاملة حساب للمستقبل برضو، وزي ما بقول لحضرتك انا كان نفسي ابقى دكتورة يعني. حضرتك خريجة كلية ايه؟ دراسات اسلامية. دراسات، تعرفي انك كنت عايزة تدخلي طب بس ما عرفتيش؟ لا ما فيش نصيب. الحمد لله ربنا عوضك بأولادك الثلاثة ما شاء الله. وحتى محمد روخر كان، محمد كان جايب 101% كان طب بشر بس ما شاء الله. وحب الصيدلة عشان يوفر السنوات عشان يبقى كويس معاك عشان. ايوه الحمد لله، وبرده كان خير برده، ربنا بيختار الخير وساعدني برضو مع أولادي. ساعد معاك في تربية إخواته؟ أيوة، واشتغل برضو قبل لهم وبقى ساعد معايا، ساعدني في تربية إخواته برضو والحمد لله على كل حال. قوليلي بقى يعني محمد سعيد، دكتور محمد سعيد معاكي إخواته يعني كان رد فعلهم إيه النهاردة لما كلكم عرفتوا إنك طلعت الأم المثالية على مستوى؟ كانوا فرحانين والله. مين قدم لك؟ أنا اللي قدمت، لأن بقول لك زمايلي في المعهد أقنعوني. انا جيت قلت لمحمد ومحمد عمل لنا الورق وقدمناه. كنت متوقعه بقى انك تفوزي النهارده؟ كان عندك احساس حتى؟ انا يعني كان عندي امل. كان عندي امل برضه. كنت متوقعه يعني احساسك النهارده ايه؟ ربنا بكل تعبك وكفاحك السنين دي كلها، فضل ربنا عليا كبير والله، وانا بحمد ربنا يعني ان ربنا عوضني خير، والنهارده بالذات حسيت يعني ان تعبي كله ما راحش. هذا تعب يعني 25 سنه ربنا كليله بتكريم النهارده، والتكريم ده رفع روحي المعنويه برضو ما شاء الله. الحمد لله لا والله كنت فرحان ما شاء الله، بس فرحه بقى يعني غريبه شويه انك ربنا يعني عوض خير. وانا على الجمهوريه بقيت فرحانه وعوضنا خير عايزه هنرجع لك تاني، هناخد كلمه من دكتور محمد ونرجع لك تاني حبيبتي. ماشي اتفضلي اديله بس ناخد المايه. يعني بداية بقول لحضرتك مبروك على يعني اختيار والدتك النهارده الام المثاليه على مستوى محافظه البحيره. قول لي بقى تقول لمامتك ايه النهارده في يوم زي ده؟ في البدايه كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب وعلى جميع الام الاسلاميه يتعاد بخير. تاني حاجه لما عرفت الخبر اكيد فرحت جدا واتبسطت، وطبعا بقول لها الف مبروك وهي تستاهل كل خير. تعبت معاكم كتير. طبعا، ونتيجه التعب ده ان شاء الله اللي هو تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله، فدي شرف كبير لينا وحاجه هي تستاهلها، وان شاء الله بخير وبالتوفيق لكل الامهات يا رب. يا رب اللهم امين. تقول لها ايه النهارده وتقول لاخواتك ايه النهارده في يوم زي ده ومامتكم بتتكرم على تعبها معاكم؟ يعني التكريم جه من عند ربنا الاول. الحمد لله ربنا قدمنا، انا ما كنتش متاكد اللي هيجي ولا لا، لان طبعا ده على مستوى الجمهوريه كلها بياخدوا من كل محافظه واحده، فطبعا كانت حاجه يعني الواحد مستبعده، بس الحمد لله الحمد لله رب. يعني ربنا يا رب يبارك لكم فيها يا رب وتفرح بيكم اللهم امين. عايزه بقى اخد كلمه حضرتك اخيره تقولي ايه بقى لكل الامهات وتقولي ايه يعني برضه للاولاد برضه؟ اقول لكل الامهات يعني اللي هم تعبوا زيي وكفوا زيي وظروفهم كانت زيي، فما يأسوش ابدا من رحمه ربنا،
ويعني كنا عندك برضه حته غريبه ان ما شاء الله بعد يعني زوجك انفصلت بقالكوا 25 سنه مع ذلك اصريت انك تعلميه، مش بس تعليم، لا ده كان احسن تعليم وكليات قمه كمان، كان هدف عندي في الحياه انك توصليهم يبقى حاجه كويسه وكده، والحمد لله كلهم احسن من بعض ما شاء الله.